السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بيكم كالعاده والعويد، معكم النيرو مافيا. اليوم خويا رجعنا لكم باش نحكيو صاحبي على ستوريات اللي مهبتهم سمار البارح. ستوريات صاحبي ما فهمتش شنو الموضوع بالضبط. باي ذا واي الاولاد، نحب نشكركم صاحبي على الدعم نتاعكم. قريب نوصلوا صاحبي للديسكا، ما تبخلوش علينا صاحبي بسبسكرايب وجيبوا الكومنتير، ويلا صاحبي نكتشفوا سمار شنو هبط. كان فما قانون في الدوله التونسيه توا يخولي حقي، وكان فما قضاء، كان فما رئيس يحكم توا يخولي حقي. هذي شنية سمارة خويا، اول ستوري هبت هنا. فهمتش خويا شنية يقصد، نتعدي وصاحبي الستوري الثانية. قالك فماش محامين تخدم بشرف سيد الرئيس، فلوسي الكل كليتها المافيات. به نتعدي وصاحبي اللي بعدها قال بعد كلامي هذا سيد الرئيس فما عبيد باش تهرب من البلاد، سيد الرئيس راهم ضروني. فما حاجة خايبة خويا قاعدة تصير لسمارة، مانيش فاهم التو بالضبط شنية. نتعدي وصاحبي الستوري اللي بعدها اللي هي فيديو. سيد الرئيس ندخل في 400 مليون في الشهر، اسكو العبد لله مستحق انه يبيع مخدرات ولا يلحم مخدرات؟ بينك يا موسى، معناها حبوا يكمسوا له. سيد الرئيس ندخل في 400 مليون في الشهر، اسكو العبد لله مستحق انه يبيع مخدرات ولا يلحم مخدرات؟ حبوا يلفقوا له صاحبي، حبوا يلفقوا له قضية على خاطر المخدرات. بينك يا موسى، يعني 400 مليون في الشهر نخدم فنان، هذي 400 مليون شوكي زويت وحفلات، اسكو انا مستحق باش نبيع مخدرات؟ سيد الرئيس اذا مانيش باش نتكلم باش يحطوا لي مخدرات وباش يعادوني على المخدرات. شكون العبد هذوما اللي يحبوا يهزوا العبد للحبس؟ بالرسمي راهو السيد قاعد يخدم يهبط في موزيك. السيد مهبط الجمعه اللي فات 3 تراكيات ولا 4 معلم، قاعد يخدم السيد وشد التوندونس، ديما الاولاني في التوندونس. اي تراك صاحبي هبطوا تلقاه الاولاني في التوندونس، هذه حقيقه ما ينكرها حد. تمشي في الشارع في الكراب في القاوي في البيران، وين تحب انت صح، وين تحب انت يسمعوا في سمر. ما نتصورش كان السيد يبيع في مخدرات، صحيح في الموسيقى نتاعو، صحيح في الموسيقى نتاعو يحكي على الشارع وكذا ومخدرات، وهذاك هو اللي موجود في الشارع. يا اخي نغطوا عين الشمس بالغربال، هذاك هو اللي موجود. سينو انت صاحبي عجبتك الموسيقى اسمعها، ما عجبتكش في الامان. ابريتو هو يجسد لك في مشهد في الموسيقى، معناه من خلال الكليبات وكذا، فهمتني؟ وموسيقى تحفونه فايب كذا. انت خويا عجبتك اسمعها، ما عجبتكش السلام عليكم. علاش صاحبي الكمامس تحبوا تعطلوا العبيد، تحبوا تهزوا العبيد للحبس؟ نورمال. وانا تونس الكل تعلم اللي انا عملي ما بعت مخدرات، انا فنان. كان جاي صاحبي بيع راه عنده سوابق، راهم شدوه. كان جاي بيع صحيح ولا راهم شدوه؟ بركل علينا، عاد نحنا بلادنا صغيره فهمت، راهم شدوه معناها ايزي. اوكي ضروني في عائلتي، ضروني في فلوسي، ضروني في صحتي، ضروني في مازالوا معناها عبدك يا رسول الله، مازالوا عبيدك ايه؟ 2024 يا اخي نحن دبرمت كل دبي، عديت الحبس في دبي، عديت الحبس باش يعاودوا يعادوا لي الحبس. جراير شكون؟ جراير السيستم القديم، جراير السيستم بن علي، جراير السيستم باش نعاود نشد الحبس. سيد الرئيس انا مش قادر نشد الحبس، انا فنان نلعب على انترناسيونال ونلعب على درب وتونس. اوكي صحيح فنان يلعب على انترناسيونال، شنو هي صاحبي تحب ليماج نتاعو تتمسخ؟ بالطبيعة لازم ليماج نتاعو تبقى نظيف. شنو هي معناها؟ نتعداو خويا الستوري اللي بعدها. زاح تونس تحبني من بنزرت البنكردين سيد الرئيس. صحيح وانا واحد منهم خويا، صحيح نختلف معاه في شويه بيران وكذا، ما يعجبني سمار ويعجب الناس الكل. وين دور تلقى سمارة من الاخر؟ اكثر واحد مسموع في تونس تحب ولا تكره، حقيقه ذي ما ينكرها حتى واحد. تعبت نفسانيا، تعبوني نفسانيا، تعبوني في عائلتي، نكروني في عائلتي. شكون العبيد ذوما؟ شكون العبيد ذوما؟ انا شكون بالرسمي؟ شكون العبيد ذوما اللي مازالوا يعملوا هكا؟ تعبت في مخي سيد الرئيس، نحب نخدم، نحب نتحرك لبرا، نحب نعمل كونسيرت كبار، نحب ما خلوني سيد الرئيس. راني تعبت، راهو تهديدات نضربك في وجهك نعملوا له، كيفاش انا نعيش فيها البلاد هذيا؟ يزيني انا عديني للحبس، عديني للحبس في دبي. درايد بن علي حب يقتلني، درايد بن علي تونسي كل كذبتني سيد الرئيس. يزيني معاك كليت تدبر شذره بكليت تعذيب بكليت في دبي. علاش سيد تعبت ما عادش نجم، امي مريضه، امي قتلوني مخدرات، قتلوني تتكلم نعملوا لك وتك تك، وعبيد تحرك في المراكز، وعبيد تحرك في دولة كاملة معناها هذي الكل يحبوا يطيحوها. معناها
غريب. السيد معناه يخدم وتعب، هذا كيفاش في الحين نحن في تونس بطبيعتنا، فهمت؟ في الحين في الكمامس ونخمموا ديما كيفاش ناجح نحطموه، ونخمموا كيفاش نعطلوا العباد، وما نحبوش شكون خير منا، وحد ما يحب الخير لحد، وهذيك هي حقيقتنا، تحب ولا تكره، هذيك هي حقيقتنا. السيد معلم يسمعوا فيه من البلدان الكل، ما تجيش ولا ما تجيش، برا نتعدوا ستوري من بعد. شاولي صمتي، هاو يبيع، هاو مخدراتها، سيد الرئيس. 400 مليون في الشهر شو كي زويد يدخل في فلوس، يدخل في فلوس، ما عندوش علاش يبيع يا اخي. كان جاي يبيع باش يهبط موزيكا ديما، راهو يهبط تراك مره في الفيل ولا ما يهبطش ولا ما يتلفتلهاش الموزيك. اما السيد صاحبي يهبط في موزيكا ويخدم، راهو ديما يهبط في تيترويت. انتو ما تعرفوا الاولاد، تدخل للتوندونس تلقى ديما سماره. 400 مليون نتورك، شوهولي سمعتي، حرقوني في البلاد، تعبت تعبت نفسانية، ريت في نفسيتي سيد، تعبت تعبت، ما عندي لشكون نشكي، لين نحكي له كل العبد الكل شارينا، العبد نحكي له يقول لي ليه راك غالط، راك بيك راك عليك، راك بيك راك عليك، دريد بن علي حاب يقتلني، ورابريت حبت داخلة في اللعبة حبت تقتلني في دبي، سيد الرئيس مش فدلك راني هنا. بيان سور بيان سور، يساعدهم يخدمهم تخدمهم الحاجات. سامحني كان الله لا يقدر صارت لك حاجة ولطف عليك صاحبي، اما راه تخدمهم الحاجة هذه باش هما يطلعوا، خاطر انت راك خويا فيك التوندونس معناها، فهمت؟ تهبط تراك راه يجيب زوز ملايين في نهار. اي شنيا باش تبكي يومي مرة أخرى سيد الرئيس ونمشي للحبس؟ علاش انا نخدم بحليلي؟ كان فما حاجة حرام نعمل فيها مش مشكل، تو نتحاسب عليها. كان فما حاجة حرام الشرطة الشرطة راقدة، كان فما حاجة حرام صورتني فيها الشرطة طاني مش مشكل. هذاك هو، كان فما حاجة حرام توفقوا بها بتبيع، تو تبان بتبيعتها كما قلت لكم، تونس صغيرة كل شيء يبان في رمشة عين، كل شيء صح فهمني. وزيد فازت أمه معناها تبكي أمه عيب عيب عيب، عمرك ما تتمنى الشر لحتى بشر، من الآخر عمرك ما تتمنى الشر لحتى واحد مهما يكون عاملك، خاصة الحبس، خاصة الحبس هذوك ما تتمناهولوش. وكان انت ولد حومة شعبية بالرسمي وتعرف الحبس بالرسمي ما تتمناهوش لحد، فهمت؟ سينو صاحبي سيبوا العباد تخت، بالله سيبوا العباد تخت. بعد صاحبي تلومه وش بيه الشباب ما يحبش يخدم، وش بيه الشباب ما يعمل في شيء، وش بيه الشباب كره البلاد، وش بيه يحب يحرق، وش بيه كذا. وانتوما صاحبي اي واحد يطلع تطيحوه، اي واحد يعمل في حاجة يحبها معناه تطيحوه. السيد يعمل في موزيكا ما ضر حتى واحد، يعمل في تراكيت موزيك عجبتك تسمعها، ما عجبتكش تعدى اسمع موزيكا اخرى ولا سفور عليك يا اخي، مش بالسيف عليك باش تسمعه معناه. علاش فعنا برشا هيترز في تونس بالرسمي؟ في تونس الهيترز اكثر من الكسكسي صح بالرسمي. تبدا ماشي في الشارع يعرضك هيتر من حيث لا تدري، وين تمشي يعرضك انسان يكرهك، هكيك هكيك يشوفك يكرهك معناه. برا نتعدوا صاحبي الاخرانيه نورمالمون ستوري الاخرى. قسما بالله والله عندي عندي ديز ارتيست انترناسيونال انترناسيونال، نحب نخرج للعالم، نحب عبيد ترسبكتيني عبيد. بيان سور ما يساعدهمش السيد معروف، شقلك شقل عليك سمرة طايح في قضية متاع مخدرات، عبيد في الاوروب ترسبكتي، حليت برودكشن، حليت البرود متاعي عندي 3 شهور سيد الرئيس ما دخلت ليش برود، حليت برود ما عندي كيفاش نعمل بالرسمي. شابولي حال برود صاحبي بالرسمي، ولا شابولي ما نعرفش كيفاش نعمل كيفاش نعمل يعني. ما لقيت حتى حل للروحي للروحي، امي مريضه قلب سكر دم، عبيت تكذب عليها عبيت تكذب عليها عبيت تجي عبيت تخدم في الدوله سيد الرئيس، شنو نعمل؟ ما فهمتش ما فهمتش شنو نعمل. اوكي رابور ضد السيستم وضد مي، شنو نعمل يعني؟ ما تدخلش ما ناكلش خبز، ما ناكلش خبز بحليلي، واللي عنده جرام اللي انا بعد حرام ميسيلش خليه يتفضل. هذاك هو صاحبي، هذاك هو اللي عنده ما يثبت يتفضل يورينا. علاش الكلام والتهديدات ونعمل لك ونقد يدي نحو تهديدات، راهو ريتو اللي باش يعمل حاجه يعملها، راهو نحو التهديدات يرحم والديك، بلي نحوهم التهديدات، راهو التهديدات ما عندك وين توصل بها بالرسمي. سينو صاحبي السيد خلوه يخدم على روحه يرحم والديكم، الناس الكل خلوا السيد يخدم على روحه، يعمل في موزيكا قاعده تعجب في العباد، مش هو صاحبي بالموزيكا نتاعو باش يكر عليهم وباش يفسد الشباب وبش 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 وبش، فهمتني؟ ديجا كي تدخلوا التيك توك تشوفوا كل شيء وحدكم،
واضحين. هذاك هو الواقع نتاعنا، مش بتراك نتاع موسيقى الناس باش تفسد والناس بكذا، فهمني؟ ديجا صاحبي يعمل في موسيقى باهيه ومسموعه وتجيب في ملايين فيوز. سينو انت كوالدين ما تحبش ولدك يسمع سماره، تبداش تتشكى هم الرابيريت كذا وهم الرابيريت كذا. خويا امنع ولدك باش ما يسمع السمار، فهمني؟ امنع ولدك خويا، ما تنجمش تمنع ولدك. مع كل احتراماتي صاحبي للناس الكل، ما راهو الشيء هذا عيب، راهو هذا اسمه راب. الراب جاي من الشارع، من ستريت، راهو يحكي عن المواضيع اللي موجوده في الشارع. شنيا نعرفوه نحن الشارع التونسي شفيه؟ علاش نغطوا في عين الشمس بالله؟ علاش نغطوا فيه؟ الناس الكل تعرف تخرج للشارع تشوف كل شيء. هذاك هو الواقع صاحبي. جابت لك تراك راب، باش يحكي لك؟ يحكي لك اللي نحن كيما نيويورك، فهمني؟ هذاك هو صح. وتحبونا عاد نحن نتقدموا؟ هذه مانيش باش نتقدموا، نحن لقيام عيسى من الاخر ريتنا، نحن مانيش باش نتقدموا، فهمت؟ خاطر نحن نحبوا نتبعوا الاوروب ونحبوا كذا، ونحن الاوروب نتبعوا فهم كيف في الفساد، فهمت؟ ما تبعناهمش في المونتاليتي، حاجه المهمه ما تبعناهمش، فهمت؟ سينو صاحبي الناس كل ولات تفهم في الراب، الناس كل ولات تحكي في الراب، ونحن عاد في تونس برك الله علينا نفهموا في كل شيء، نفهموا في الكوره، نفهموا في الموسيقى، نفهموا في كل شيء، فهمت؟ نفهموا في النجاره، في الحداده، في كل شيء نفهموا، فهمت؟ هادي راهو في بلادنا الفكرة اللي ماخذينها على الراب راهي غالط، راهي غالطة على الاخر، فهمني؟ مع الناس صاحبي نال الجملة، نحنا رانا مانيش بلاد الراب، نحنا بلاد المزود، بلاد المزود تحب ولا تكره. باش تولي مونتاليتي راب يحب لك باش تبدل، باش تبقى تفسر الواحد واثنين وثلاثة اللي تراكيت متاع سمارة، راهو هذاك هو الراب، هذاك هو الراب. برا عمل الريشيرش نتاعك ريقل جوك تلقى هذاك هو الراب، وانتي تختار تحب تسمع ولا ما تحبش تسمع. وسيبوا العباد بالرسمي، سيبوا العباد تخت، يرحم والديك، اعملوا الخير، حبوا بعضكم، حبوا بعض، راهو في الاخر كلنا باش نموت. سيبونا من لغه الكمامس وتلفيق القضايا والمواضيع وها مخدرات وها وكذا. كان جا السيد عنده حاجه رنفقوا به ماك العام، واضحين؟ سينو الاولاد، شاركوا عجبتكم الفيديو، مرحبا بكم في الشان بتاعنا، تنساوش سبسكرايب وجيو الكومنتير. يلا بيس.